التحية لكم من جديد، وبعدنا مستمرين معاكم. وصلنا معاكم إلى فقرة الوطن يقرأ. في خطوة تعد الأولى من نوعها وشموليتها، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة مبادرتها الثقافية المجتمعية الجديدة في رأس الخيمة تقرأ، وذلك تماشيا مع عام القراءة. وتشتمل هذه المبادرة على الكثير من الفعاليات والأنشطة التي سنعرف عنها أكثر مع سعادة أحمد عبيد الطنيجي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، وأمل إسماعيل وهي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة رأس الخيمة تقرأ. يا هلا ومرحبا ونبرين معانا مساء الإمارات. يا هلا وسهلا. حياكم الله. رحب فيكم أولا ونهيكم بنص شعبان إن شاء الله، نتمنى رمضان يقبل علينا بخير وبركة يا رب إن شاء الله. آمين إن شاء الله. واليوم طبعا حق الليلة أكيد كنا نعرف هذه المناسبة التراثية اللي ردينا نحن نتكلم عنها أكيد ونعرف أجيالنا عليها. يا هلا ومرحبا. حياكم الله. زين، قبل أن ندخل في الوطن يقرأ والمبادرة، خبرونا عن ذكريات حق الليلة لكم. نبدا وياك احمد واليوم امل. والله هي يعني حق الليله هي ذكريات كبيره يعني عشناها نحن في طفولتنا، او خاصه في يعني اماره راس الخيمه. نعم. وفي منطقتنا نحن كمدينه الرمس دائما في كل سنه نعيش هذه الفعاليه. جميل. هي فعاليه فرحه للصغار وذكريات كبيره للكبار. تخلّه للعديد من الفعاليات الثقافية، الفعاليات التراثية، من خلال يعني فرحة الأطفال بالملابس التراثية، والكبار أصلاً أيضاً بتجمعهم في المجالس وفي الطرقات، ويعني نظر الكبار للأطفال وهم يدورون على البيوت. منظر جدا رائع، افتقدناه بس الحمد لله يعني محافظين عليه لين اليوم. عشنا فعاليات امس، كنا نحن في مدينتنا مدينه الرمس، فعاليات كبيره بهذه ما شاء الله. العوائل كانت كثير من العوائل كانت تحتفل بهذه الظاهره، وسعدنا الصراحه نحن. ربي يحفظك يا رب. ترى طبعا استاذ امل، هالفعاليه بالذات في دائره التنميه الاقتصاديه كان لها طعم اخر. احنا احتفلنا في الدائره وكانت عندنا فعاليات حق الليله بين الموظفين، كان في عنا ريوق شعبي. جميل. كان في عنا توزيعات على الموظفين. الصراحة كل فرق العمل، احنا عنا فريق تواصل أوجه لهم تحية، هو المسؤول عن بعض الأنشطة اللي هي تخص الموظفين، وكان جدا يعني أعطى لمسة خاصة ليوم عملنا في الدائرة. جميل. يعني وزعوا على الكبار قبل الصغار. أنا يوم قالت فطور شعبي ودتني مكان بعيد. راح على الجيموات ولا قراص. الرد على الموضوعين. أكيد. إذا بنتكلم أكيد أستاذ أحمد، أول شيء عن هذه المبادرة، أكيد لها يعني تحمل كثير من الأهداف القريبة والبعيدة، من ضمن هذه الأهداف لهذه المبادرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة التنمية الاقتصادية أطلقت هذه المبادرة رأس الخيمة تقرأ بناء على التوجهات السامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، باعتبار 2016 هو عام للقراءة، فتضافرت الجهود لكل الجهات لدعم هذه المبادرة. جميل. ولإطلاق مجموعة من المبادرات لخدمة هذا التوجه. فنحن أيضا دائرة التنمية الاقتصادية أطلقنا هذه المبادرة رأس الخيمة تقرأ بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية، تعزيز خلق جيل من جيل يقرأ. نعم طبعاً. وأيضا يتوجه لموضوع مهم له هو القراءة والتثقيف القراءة، ونحن مثل ما نقول اقتصاد وقراءة يخلق هو يعني محور واحد للنهوض بالإنسان والنهوض بدور مهم في طبعاً. المجتمع هو اقتصاد وثقافة. جميل. طبعا نحن الآن الوطن يقرأ إن شاء الله قريبا الأمة العربية والإسلامية كلها تقرأ. أستاذ أمل، طبعا لكل مبادرة خطوط عريضة، خبرينا عن أهم خطوط العريضة لهذه المبادرة. الخطوط العريضة لمبادرة رأس الخيمة تقرأ هي أن تجمع بين الاقتصاد والمعرفة والثقافة. جميل. طبعا نحن دائرة التنمية الاقتصادية، أول سؤال سيتبادر للذهن، ما شأن الاقتصاد بالثقافة؟ نعم. فالخطوط العريضة للدائرة كانت أن تجعل كل إنسان يفكر في أن الاقتصاد لا يبنى إنما تبنى المعرفة، إنما تبنى الثقافة. صحيح. نحن الآن نفكر في اقتصاد معرفي. نعم. لا نتكلم فقط عن مجرد إيرادات وأرباح لرخص تجارية، نحن نتكلم عن جيل يقرأ يتثقف ليستطيع أن يبني اقتصادا قويا متينا، وهذا هو الذي تتوجه له استراتيجية دولة الإمارات حاليا. نعم. أنها تعزز القراءة بحيث أنها
هي التي ستبني المستقبل وتبني الحضارة التي نريدها. طبعا أكيد فهذا هو بالذات ما تتوجه نحوه الدائرة والمبادرة. جميل. زين أستاذ أحمد، أكيد يعني المؤسسات والجهات الحكومية وغيرها كيف بتحفزونها أكيد على المبادرة مالتكم وهي رأس الخيمة ما تقرأ، أن فعلا يروحون لهذه المبادرة أن اقرأوا يتفاعلون وياها؟ يتفاعلون. ناخذ الموضوع شوية في موضوع رأس الخيمة تقرأ. نحن قسمناها لعدد من المحاور، منها تحفيز الجمهور لعملية القراءة وتشجيعهم لهذا الشيء المهم. جميل. من خلال أطلاق واحدة من المبادرات اللي نحن أطلقناها من تحت رأس الخيمة تقرأ، اللي هي المنافذ الثقافية. جميل. وهذه واحدة من المبادرات اللي راح تكون إن شاء الله نستهدف من خلالها المراكز تجمع الناس، كافيهات، مراكز خدمية، في وضع عدد من الكتب. نعم. لتثقيف أو لتحفيزهم للقراءة في وقت الانتظار أو في وقت يعني شربهم فراغهم. نعم. الشيء الثاني اللي هي تحفيز المؤسسات، من خلال نحن أطلقنا أيضا مبادرات لتشجيع المؤسسات وخاصة المؤسسات التجارية التي تعني بعملية الثقافة باستقطابهم لإمارة رأس الخيمة و عرض العديد من خلينا نقول الأوفرات أو الباقات. نعم. لاستقطابهم لإمارة رأس الخيمة من خلال أن احنا أعفيناهم من رسوم الترخيص. جميل. ويعني مشكورا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة، وجه بإعفائهم من رسوم التسجيل من سنة سنتين إلى 3 سنوات. يعني توجيهات ورؤية سامية. نعم. فعلا في مكانها لجذب الأنظار والشركات اللي موجودة حولكم بطريقة جدا سياسية ودبلوماسية وجميلة. نعم. أكيد جدا رائعة فعلا. طبعا أنت ذكرت يمكن مبادرتين أو 3 أستاذ أمل، يمكن هم 8 صحيح؟ نعم. شو بعد إضافي عندنا؟ غير مبادرة المنافذ الثقافية، المبادرة اللي تكلم عنها الأستاذ أحمد هي مبادرة استرخي وقرأ، اللي هي أن نعطيهم إعفاء منها. عادي خافوا عندنا يعني لو ميوزك ويقرا على راحته. فاحنا عندنا بعد مبادره كتاب في كل بيت. جميل. كتاب في كل بيت احب اعرضه امامكم. اكيد. كتاب في كل بيت هو عباره عن صندوق، احنا نسميه صندوق المعرفه. نعم. صندوق المعرفه يحتوي على كتابين. جميل. كتاب موجه للاسره بشكل عام اسمه افكار ابداعيه لاسره عصريه. نعم. الكتاب الثاني بيكون عباره عن قصه قصيره للاطفال، نوره والحذاء العجيب، زائد طبعا شرح كتيب المبادرة. هذا الحذاء متوفر لانه بيطلبونه اكيد يعني. حذاء نورة على بزنس خاص، مو غلط. مش غلط يعني. كتيب المبادرة زائد مصباح للقراءة اللي هو يستخدم ليلا في حال مثلا حد يحب يقرأ بالليل. هذا سيوزع منه 10,000 نسخة. نقدر نراوي حق مشاهدينا أستاذ أمير، يعني حين ما خليته عتب على كبار والصغار. نعم. تقولون مثلا التوجه ان احنا نتوجه لجميع شرائح المجتمع. نعم. هذا الكتاب سيوزع على كل بيت، احنا عندنا فريق، واستغل هذه الفرصة اني يعني اوجه الناس الى التعاون مع فريق رأس الخيمة تقرأ اللي بيكون متواجد لتوزيع هذا صندوق المعرفة على كل بيت. جميل. بيكون يعني الفريق الموظفين والفريق اللي موجودين في شعار رأس الخيمة تقرأ، في شعار الدائرة، وسيطرق أبواب كل بيت في رأس الخيمة لتوزيع هذا الصندوق عليهم. نعم. طبعا كتاب أفكار إبداعية هو عبارة عن كتاب فيه مثلا أفكار وطنية، في أفكار بيئية، في أفكار فنية، في أفكار تربوية. نعم. جميل. عبارة عن مجموعة من الأفكار إن ممكن أي أسرة تستطيع أن تستغلها في البيت في التنفيذ. جميل. هاي مبادرة. في عندنا بعد مبادرة اللي هي اقرأ بالعربية مع الاقتصادية ووكيبيديا. نعم. طبعا موسوعة ووكيبيديا هي موسوعة عالمية. طبعا. فإحنا نحاول أن نرفع من المحتوى العربي على الشبكة. صحيح. طبعا في دراسات تقول ان المحتوى العربي على الشبكه من اقل حتى الترجمة، حتى المترجم يكون مترجم باختصار. نعم. فبالتالي احنا هدفنا ان نرفع هذا المحتوى عن طريق ان نقدم دورات تدريبيه مجانيه للمتطوعين لرفع المحتوى العربي على الشبكه. جميل. في عندكم بعد مبادره اليوم كانت اطلاقتها اللي هي استراحه السيدات، كانت هاي مبادرة بالتعاون مع دار قنديل ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم اللي هي مثل نادي للقراءة، كانت موجودة في دبي، موجودة في العين، موجودة في أبوظبي والفجيرة وفي كل إمارات الدولة. رأس الخيمة تقرأ استضافتها في رأس الخيمة. جميل. وأطلقت في رأس الخيمة. جميل. جميل. هل عندنا صور نحن؟ عندنا صور بنشوفها أكيد من ضمن هذه الصور اللي تخبرنا أستاذ أحمد وأمل عن هذه الصور ومكانتها. هذا أستاذ أمل تقريبا في الصورة صحيح؟
نعم، هاي كانت في حفل اطلاق راس الخيمه تقرا. نعم. هاي الصوره الجماعيه اللي احنا كان عندنا لان توقيع مع دور نشر اماراتيه. طبعا مبادره راس الخيمه تقرا تستهدف دور النشر الاماراتيه لتعزز من مكانتها وحضورها. المنافذ الثقافيه اللي تكلم عنها الاستاذ احمد هي تحتوي على كتب، هذه الكتب هي كتب صادره عن دور نشر اماراتيه. جميل. لاننا نحاول ان يعني نوضح دور هذه المؤسسات وجهودها. لدينا كتاب في يعني مجالات متنوعة، محتاجين يمكن تنظيم او محتاجين بالضبط. ايضا محتاجين ترويج وترويج ورعايه طبعا. أوكي. جميل. في وقت محدد استاذ احمد لهذه المبادره ولا راح تكون مفتوحه على مدى العام؟ يعني في مده زمنيه لها؟ اي نعم، هي موجوده المبادره، احنا اطلقناها خلال الفتره الماضيه. نعم. وان شاء الله هناك من خلال المبادرات الثمانيه اللي راح تطلق ان شاء الله تباعا راح نبديها ان شاء الله في شهر يونيو القادم ان شاء الله. جميل. هناك مبادره كتاب بدرهم ان شاء الله راح يطلق خلال شهر رمضان، وهي مجموعه من الكتب اللي ستباع ان شاء الله بسعر رمزي. جميل. شارك فيها عدد من دور النشر. جميل. على مستوى الامارات مشكوره في تعزيز ايضا المبادره هذه وجانب القراءه، وان شاء الله في راح تطلق ان شاء الله في شهر رمضان ان شاء الله، والمبادرات الاخرى ان شاء الله تباعا راح تكون خلال الاشهر القادمه. احنا اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، بس توقعاتك لهذه المبادره ممكن يعني راح تكون رده فعل الناس او المجتمع منها؟ لحد الان الحمد لله كانت جميع ال الردود الحمد لله كلها ردود إيجابية الحمد لله. سواء من خلال الجهات المشاركة معنا، من خلال الجمهور اللي حضروا معنا في عملية الافتتاح، وإن شاء الله مثل ما قلنا تباعا إن شاء الله راح تكون هي خدمة للمجتمع، وإن شاء الله نتمنى قبول المجتمع لها إن شاء الله. أكيد طبعاً نحن نشكركم على حضوركم اليوم، نتمنى أن هذه المبادرة لا تقف في حدود رأس الخيمة وإنما تمتد إلى إمارات الأخرى في دولة الإمارات من خلالكم بما أنتم بديتوها ما شاء الله عليكم. نشكركم مرة ثانية، والحديث ما أسعفنا بسرعة راع علينا، كان فيه أشياء كثيرة حابين نتحدث فيها، ولكن تعود قناة الظفرة بالشكر لكم على التواجد اليوم. شكراً.